هاي كيف الحال معاكم ليو؟ اللي يتذكر لعبة فيرس اوف فاثم قد لعبتها اتوقع قد لعبت نزل منها شابترين قد لعبتها في مقاطع سابقة، والحين نزل شابتر ثالث نزل اتوقع قبل شهرين او ثلاثة شهور والله ما ادري، وفي ناس قالوا لي في البثوث قالوا انه ضافوا لها ميكانكس جديدة وزي كذا، فخلونا نشوف. اسمه بيت كارسون الحلقة الثالثة. اتوقع اللعبة جزئيا جزء منها مبني على قصة حقيقية. كسبتمبر انا عمري 28 سنة ذكر من منتصف الغرب ما ادري الميدويست حقه، ما عندي اي فكرة ليش سلسل هذا الشيء، لكن اتمنى ان قصتي بديها تكون درس. هذا الشيء حصل لي وانا عمري 18 سنه، لكن اتذكر الحادثه كانها صارت امس، والتجربه باختصار غير جزء كبير من حياتي. عشان اعطيكم خلفيه شويه عن الموضوع، ابوي كان يبيع في العقارات وكان دائما يصير صاحب مع عملائه. واحد من بين الايام جا البيت وعلمني عن شغله صغيره كان يبغى يوفرها لي للويكند. واحد من بين العملاء حقين القدامى كان راح يروح لكم يوم وكان يحتاج احد يرعى بيته. المهم المدير كان يشتغل كسي او او اللوكال سي او او، ما اعرف ايش هذا، بس ما ادري مدير حاجه اتوقع. اوكي الشركه حقت ميديا حقت محتوى يعني كان شركه اخباريه او شيء زي كذا، شركه تلفازيه. ابوي قال انه راح يعطيني هذا الشخص 100 ريال عشان بس ارعى بيته، يعني انتبه لبيته وانظفه كذا واسوي كم حاجه فيه صغيره. قبلت العرض لانه ما كان الصراحه عندي اي شيء اسوي في الويكند، وفوق هذا فكرت انه يمديني استغل الوقت باني اكمل واجباتي حقت المدرسه، والصراحه بالذات ما كنت مهتم مره من وين تجي فلوسي يعني. المهم ابوي وداني للبيت. بعد ايش صار هذا؟ دقيقة صديقي، وات ما يمديني دف ذي؟ طيب اقل شيء وين المفروض اروح؟ او ليه انا الحين في مغسلة ومفروض اكون ابوي يعني يوديني مكان وشي زي كذا؟ هنشوف ايش في القبو. باختصار يقول لا ما يخش الموظفين، بس وتقفل الباب. تمام ها؟ او شكله كابوس هو جالس يعاني منه الشخص هذا. يب واضح، شفت يمديني اضغط شفت عشان اجري، بس اجري من ايش؟ يب هذا شكل كابوس، شوف كمية مغاسل الملابس، موسيقى رهيبة صراحة جوي مع انها جالس يصير فيها حاجة. او من ذا؟ هل انت تبغاني اساعدك في ملابسك؟ او بليتش يبغى كلوركس، في مديني اقول ايش او اقول اعذرني؟ وات ايش تبي يعني ايش تبغى؟ يقول فين حطيت الكلوركس؟ وش هذا المكان؟ يمديني اساله وش هذا المكان، او اقول من انت، او اقول وين حطيت وايش؟ من انت، بساله من انت؟ وين الكلوركس؟ احتاج كلوركس. وش هذا المكان اصلا؟ من انت؟ او يمديني اقول ماني عارف وش جالس تتكلم عنه. اوكي. قال احتاج كلور. احتاج كلوركس. اوكي طيب، وهو معصب. نوا؟ جالس يسالني الشخص هذا يقول نوا؟ يمديني اطالع فوق؟ وات ايش تبي؟ نوا؟ انتهت الغفوه، وصلنا. احنا وصلنا هنا، قلت له اني مديك تسوي هذا الشيء. اصحى الحين، اصحى الحين يا نوا، نوا اصحى. هذا شكله ابوي، قلت لكم كان حلمه وكابوس وشكل الحين راكب سيارة الوالد. يب، وش شكله هذا ابوي من جد؟ اوكي اهلين، لسه جالس تفكر اني مديك تسوي هذا الشيء يعني انك تجلس في البيت لحالك؟ يب ما عليك فاهم، يمديني اسويها. روي كلمني وقال المفاتيح راح تكون تحت الحجر المزيف، تمام اوكي، قال انه في الساحة الخلفية، وبرضه ويقول مثل ما قلت لك خلي الباب مقفل ولا تفتح الباب لأي أحد. اوكي سمعتك أول مرة، ما يحتاج تعيد علي. اوكي يلا الحين روح اكرف، get your ass to work، تمام. math notebook، تشوفون عندي دفتر في اليمين فوق اللي هو باختصار دفتر رياضيات. يلا بالتوفيق، باي باي. يقول كان حي حلو، تلاحظون الحياة حقتهم أغلبها كذا تطالع في البيوت، البيوت يا شيخ كلها زي بعض وكلها خشب. يب لازم اروح اخذ المفتاح من الساحة الخلفية. ايش ذي الموسيقى؟ كيف في حجر مزيف هنا، ناخذ من تحت المفتاح. هاي بت 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 ليفت ماوس بتن. اوكي يلا حيا حبيبي، حياك كيف الحال؟ شو تسوي؟ ان شاء الله يلا بتحميني تمام اليوم، لانه في الغالب بيصير مصيبة، واضح انه في لعبة رعب يعني، فرجاء نحميني. وين الحجر المزيف؟ هذا فيك روك. اوكي اخذت المفتاح تمام. القائمة هذه متوقع انها كانت موجودة. اوكي فتحنا الباب، تعال تعال حبيبي هي. بس 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 ايش نسيت الكلب هذا ما وقطه. تعال 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 معي، تعال معي يلا حياك حياك، تعال خلينا نخش البيت سوا يلا. يقول كنت احتاج ابول. طيب اصبر خلينا ندخل الكلب. يلا حيا، تعال تعال جوا 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 اكزاكتلي. تعال 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 تعال. لا هي وين رايح؟ يلا بكيفك تبغى تجلس برا. اوكي ايش مكتوب؟ دو نوت ديسترب، لا تخش لا تزعجني لأي سبب. هذه غرفة تصوير. يب يب الشخص هذا يشتغل في شركة حقت إعلانات وممكن شركة تلفزيونية، فهذا مكان التصوير حقه تمام. ذكرني بغرفة نيكي جيكي شوي. ايش ذا الصوت؟ قبو. اوكي ما يحتاج نخش، ما يحتاج صدقوني. اوكي يقول احتاج اروح الحمام، وين الحمام؟ ليتس جو. اوكي
بروفي خلي الشاشة حط الشاشة سوداء. استغفر الله what the fuck. فلاش اوكي اوكي نظفناها. طيب غسل غسل خلني غسل يدي. غسل يدك القلح. اوكي نبدأ نضغط اسكيب عشان نقرأ الرسالة. اوكي اوكي هذه الرسالة وش يقول؟ هذا راعي البيت يقول شكرا انك اخذت هذه الوظيفة، انا اقدر لك انك جالس تسوي هذا الشيء وانا اسف اني اضطريت اغادر بدري. او سيد مارك كارسون شوف شكل البيت اللي احنا فيه، راعي اسمه كارسون قال او غلطتي انا روي اخذت هذا الرقم من والتر، الشغل الصراحة جالس يكرفني هنا. ما عليك سيد كارسون بعتني ببيتك. يقول والتر شكله والتر ابوي قال ها والتر يب يب هذا ابوي اللي اخذت من عند الرقم. اوكي خلينا نقرا ذي. من ذا؟ ايفلين كوبر. تقول المدرسة مليانة ملعين جدف. يب صح لكن ما اتوقع انك انت ملعين جدف. اوكي خلني اكمل اقرا. او ماي جاد جالس رسائل جالس ترجع. اوكي تمام. يقول ما كنت راح اطلب من اي حد انه يعتني في البيت لكن طلبت بسبب زيك. قلت زيك؟ قال الولد مريض الفترة الماضية. قلت لا ما عليك راح اعتني فيه والبيت الحين بما اني هنا ما يحتاج تقلق باي شيء. تمام خليني اكمل الرساله ذي. اوه ماي جاد اوكي تمام. يقول والله انا كنقذتني. المهم ما علينا، بغيت اذكرك انه وقت العشاء الحين، اذا يمديك تجيب لها اكل كلاب. الزيك اللي هو الكلب اللي برا البيت. تمام ما عليك يلا بعطيه اكل كلاب. خليني اكمل القصه ذي. اوكي قال هذه المدرسه مليانه ملعين. قال يب صح لكن ما اتوقع انك انت ملعونه. قالت حتى انا ما اتوقع انك ملعون. اوكي يقول خليني اكلمك في فتره. قال الو ردي او رد لا ايفلين ردي. قالت اتمنى انك تقدر تجي اليوم. قلت حتى انا جلست اسوي شيء عشان اخلي ابوي يبقى سعيد. عارف اني انا ما كنت ولد كويس له. اذا ابوك ما يتوقع انك انت ولد كويس ما ادري ايش ابوي يتوقع مني. اتوقع انه هو خايب امله فيني. يقول انا شكلي خيبت امله مع كارا. قال لا تعيد السالفه يا نوا، لازم توقف انك تقعد تسفف نفسك على هذا الموضوع. وش هذيك العاهره قالت لك؟ الصراحه ما يمديني احس لاني انا كنت غبي. قالت ما كانت غلطتك. المهم يبغالك تعوض، يعني عندك شغل لازم تبدا تعوض ابوك هنا. قال ذا جراج نيكست ويكند. قال ايش ذا جراج؟ يعني بنروح مكان يعني الويكند الجاي. وينك وينك اغمز اغمز. قالت 100% 100% اكيد اكيد وينك وينك. اوكي تقول هذا البيب الصغير ام اونستلي انا مره غيوره من افا. قال اي نو صح كان عندي هذا الحلم الغريب مره. اوكي ارسل لها بس قال كان عندي حلم. انتهينا تمام. اوكي والله مطول الرسائل ذي. خلينا نروح ناكل زيك. اوكي كم عنده غرفه ذا؟ شغل لمبه. اوكي ما يحتاج شغل يا شباب. اوكي ما يمديك تفتح الباب من هنا، ما يفتح له من الجنب الثاني. اوكي يقول باختصار غرفه سيد كارسون مكان كان يمديني اجلس فيه. بس اصبر هي وين اكل؟ هذا الصحن حق الاكل حقه. اوكي هذا الاكل. يقول العلبه كانت فارغه. اوكي زيك كان جيعان. طيب وين الاقي اكله؟ اوكي ممكن هذه العلبه هنا. اوكي باختصار ابغى الاقي علبه زي هذه قريبه من هذه. ممكن في القبو. يقول القبو كان مظلم شويه. اوكي بس ممكن الاقي الاكل. الله الظلام مظلم شويه ما في ولا شيء يا شيخ ما ينشاف شيء. اوكي ما في لمبه هنا. ممكن الاكل هنا. روي كارسون. قال نسيت نسيت اني ما قلت لك. انا اعتذر لك على هذا الانوار اللي في القبو. يمديك تلاقي الكشاف من غرفه التخزين اللي فوق. تمام يلا خلينا نروح غرفه التخزين ناخذ كشاف عشان نقدر نلاقي الاكل حق الكلب هنا. اوكي اوكي هذا اكل الكلب اخيرا. خلينا نعطي الكلب اكله. لازم افتح العلبه. اوكي طيب فين تفتحها؟ هنا. اوكي هنا ارميها هنا. اوكي تمام. اوكي ارمي ذا. خلينا ناخذ ذي. يلا توفيق حبيبي. قم 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 كل قم كل العافيه. خليني اعطي بيت 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 بيت. اوكي ما يمديني اسوي له بيت. تمام اعطينا الكلب اكله الحين. خلينا ناخذ هذه ارميها في الزباله. اوكي وصلتني رسائل من السيد كارسون. اهلين سمعت من والتر انك تعرف الكمبيوتر صح؟ قال اوكي عندي حاجه ابغاك تسويها. كمبيوتري كان فيه مشكله ونظام الحمايه حق كمبيوتري مرتبط فيها. قلت عندك نظام حمايه كامل هنا؟ يعني نظام حمايه للبيت يقصد؟ ما عليك طيب راح اشوف في الكمبيوتر حقك. اوكي في نظام حمايه للبيت كفو. خلينا نروح نتفقده. الكمبيوتر حقه هنا اتوقع. ترى انا اعرف انا في الكمبيوترات والله اوقات كنت اسوي فورمات وزي كذا. وش اوقات تقصد؟ لما اليوم انا اسوي فورمات وزي كذا. الي كارسون 5387 اوكي الي كارسون ايش 5837 صح؟ هل نسيت كلمة السر حقتك؟ اوكي خليني نشوف. الي كارسون 5387 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
شابتر إضافي يصير كمية الأشياء الغبية اللي تسويها بداية اللعبة عشان تبدأ في اللعبة نفسها كثيرة. يعني ما لاحظتم ذا الشيء؟ بصورها بس عشان أكون متأكد. أوكي يلا هاي تحداكنا الحين تغلط فيها. أو ممكن في كابس لوك. أوكي أخيراً مجد شكله لازم تحط الـ A capital في البداية عشان يفتح معك. أوكي I net هذا نظام الحماية حقه. أوكي يقول السيستم فيها خطأ غريب.
ايش المشكله؟ ما نقدر نضغط ولا على شيء هنا. في سي دي برنر اك، ممكن اك او في مشكله في النظام. ذا سيستم هاز انكاونترد ا كريتيكال ايرور. اوكي ايرور، تخيلوا انه من جد متصفح البحث هذا مربوط يعني بجوجل، تبحث عن اي شيء يمدي يفتح لك كذا. قدم كانت تكون حركه رهيبه، ما يفتح ولا برنامج. ايش المفروض اسوي؟ في مشكله في في الجهاز. اوكي خلينا نجيب فيروس، انتي فيروس اب تو ديت فيروس ديفينيشن. اوكي خلينا نحمل ضد فيروسات. اوكي يلا خلينا نسوي فحص كامل للجهاز. والله عنده 4 فيروسات. قبل فتره انا سويت فحوصات كثير للجهاز عشان كنت قام توقعت ان في فيروسات جالسه تخرب عليه ولا تبطي منه، طلع ما في ولا شيء، جهازي نظيف. اوكي لقى حصان طرواده باختصار، ثريت ريموف. اوكي خلينا نشيل الحصان ذا، حصان التروجن دي. يعني القصه صارت في عام 1996. تمام اوكي دان. اوكي شلنا الفيروسات. اوكي خلينا نشوف الحين. او قديم. اوكي ومن هنا يمديك تراقب البيت كامل. اوكي شيء حلو. اوكي وصلتني رساله من روي كارسون. اوكي خلينا نخرج صلحنا الجهاز يلا ليتس جو. قلت لكم انا اعرف الكمبيوترات. قال اوه قلت اوكي خلاص حليتها، كان حصان طرواده. انا اقترح انك ما تحمل اي برامج الا من مواقع موثوق فيها. قال علم هذا الولدي، لكن شكرا راح اعطيك فلوس لما ارجع. اوكي او ايفلين رسلت لي قول كلمت اخر شيء قلت لها قلت جاني حلم غريب مره. قالت او وش كان عن الحلم؟ قلت غريب ذكرني في مع الطبخ مع جيفري على قناه 10 امس. المهم ما علينا. كنت تقول هل تبغى تتابع الحلقه يعني معاي؟ قالت هل مكان اصلي انت فيه في تلفزيون؟ قلت ياب في تلفزيون. اوكي بس هي ابغى احل واجباتي انا اول. يقول كان عندي واجبات اسويها لك ما كان لي نفس الصراحه اسويها في ذاك الوقت. تمام اوكي انا توقعت النظام الامني يعني قفل ابواب زي كذا. خلينا نشوف ندور على التلفزيون عشان نروح نتابع البرنامج مع الحب. هذه حبيبتي اتوقع اللي يكلمها ايفلين كوبر. طبخ مع جيفري هذا برنامج بيطبخ اكل حق قطاوه. اوكي قالت ياب بدا. هل جالس تتابع؟ قلت ياب اكل قطاوه. هاي جالسين يستمتعون شكله بالبرنامج مرعب ولا شيء يعني ما هو برنامج طبخ. وات ذا فاك. يقول الصوت حق الطبخ كانه صوت طفل جالس يرضع من ديد امه. اقول تقول اه جيفري هو جيفري اغلب الوقت. او لا القصه لو صارت في عام 1996 ما في جوالات صح تتذكر عادي اقوم. لا لازم اتابع البرنامج مع حبيبتي. أو روي ارسل لي يقول لازم تروح تجيب اغراض من البقاله قبل ما تظلم برا، في فلوس في الطاوله. قلت اوكي ما عليك راح اروح اشتريها. تمام اوكي لازم اروح اشتري اغراض. واتساب طف التلفزيون. يقول عمر الرعب ذا البرنامج. وين الفلوس؟ اوه تقول يا الهي اكره هذه الاعلانات. قالوا انا اسف اتوقع اني لازم اروح، هذا الرجال جالس يكلمني يبيني اروح اشتري اغراض من البقاله في وسط الليل. تمام اوكي 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 الحين مهمه البحث عن الفلوس لانه قال في النايت شيد. يا ذا الموسيقى الكريهة البغيضة. اوكي فلوس، يقصد هذه الطاولة حقته، طاولة جنب سريره. خلينا نروح البقالة. اوكي روي ارسلني، قال عشانك تروح تشتغل، عشانك تروح تشتري الاغراض، بشكل عام خذ لك شيء معاك يعني بالفلوس بالباقي. تمام اوكي. قال يمديك تاخذ دراجة اليك، سيكل، كان تيك اليك اتس اوتسايد ذا جراج، خارج الجراج ممكن، ما في الجراج. هذه اوكي تمام يلا. والله جالسين نسوي اشياء مرة كثيرة ولسه ما دخلنا لما الحين في اللعبة. اوكي يلا ليتس جو خلنا نروح. يا ماي جاد بغى يصدمني يا الكريه بعد. الحين نروح البقالة نشتري اغراض بعدين نرجع البيت بعدين نعدي نطبخ بعدين نزيد نعدي ننام بعدين نصحى بعدين نعيش يوم واقعي بعدين تبدا اللعبة شكله. لما الحين انا طالع ترى مليت، انا بديت امل كهذه البقالة. لا هذا البقالة شكله هذه. هاي كيف الحال؟ شو مسوي؟ قلت اهلين كيف؟ يقول اهلين كيف حالك؟ قلت انا كويس كيفك انت؟ يقول اخذ لك عربة تسوق من ذي. اوكي تمام يلا. ايش نحتاج؟ نحتاج صلصة رانش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي ولدي انت تشتغل هنا؟ قلت لا. قال اوكي. قلت ليش بغيت؟ قال ولدي كان يحب المستردة يقول جيت هنا ادور عليها لكن ماني قادر الاقيها، هل تعرف وينها؟ قلت اوكي ما عليك يلا خليني اجيبها. قالها تكلم عن الشيطان. تيرنر واندي جالسين يسوون هنا. يقول هاي حبيبتك كانت هنا توها غادرت. قلت ايف. قال ايش كان اسمها؟ كارا او شيء. قال هاي خويي. قلت لك انه ما جالسين يوعدون مع بعض. كان يتكلم عن حبيبته السابقه شكله. قال يا هي. قال سحب على حبيبته هذيك بسرعه مره ما لاحظت حتى. قال لا تسمع له لكن ولد هي اخذت علب كثيره مره، اتوقع انها بتسوي حفله او شيء زي كذا، تعرف شيء عنها؟ قال شكلها مره اكبر بدون المكياج. قال طاقة ميلف. قال الله يقرفك، اتوقع انها كانها جوث اكثر. قال جوث ميلف انرجي.
اوكي خلصتي يا حبيبي؟ قال المهم وش بتسوي اليوم؟ قلت جالس تاكي في بيت احد. قال في بيت آلك؟ ترى يروح المدرسه مع اختي. قال الولد مره غريب بالذات بعد ما انفصل ابوه. قلت اي شيء بيعطيني فلوس بسويه. قال اوكي يلا اشوفك يوم الاثنين في المدرسه. قلت يلا اشوفكم عما قريب. تمام ريل اوكي ماسترد هذا هو حبيبي. هي امسك خذ. يب يب هي خذ خذه جبته لك خذه جبت المسترد له خذه. الله يبلاك انقل عني. عارف انه لازم نحترم الكبار وزي كذا بس هذا ملعون جدف نحا عند رجله خذه. اوكي خلاص جبنا كل الاغراض. او الساكن حقي تركته هنا ايش فينا الدلخ. الحمد لله بعد 5 سنوات. اوكي الساعه 9:46 في الليل. ياك تحتاج اروح الحمام بديت احس بجوع. اوكي خل نرجع الساكن هنا. يلا قضينا الاغراض. اوكي في البدايه احتاج اروح الحمام تمام بعدين نحتاج نروح نسوي الشغل حقنا. يقول لازم اروح اسوي وجباتي بس في البدايه ما تبغى تاكل حبيبي ما تبغى تاكل. ما قبل شيء قلت انك جيعان ما تبغى تاكل. يلا في حريق انت ومعدتك مت. تمام اوكي يلا خلينا نروح نحل الوجبات. الله رسائل من اندي يقول هاي قلت انك في بيت كارسون صح لازم تشوف هذا الشيء ابحث عن طلاق روي كارسون في الانترنت الحين. اوكي تمام يلا ملقوف بس عاد شو نسوي خلينا نشوف. ديفورس روي كارسون المدير المساعد لشركة بي ان يقول انه جالس يحصل على تهديدات بالموت من فانزات زوجته السابقة. واه اوكي هذه زوجته وهذا هو. اوكي قدم الفوتوشوب البرق هذا اللي نستعمله في اغلب مقاطعي في اغلب الثمنيلاتي. اوه اعوذ بالله في حد دق الجرس. اوكي من ذا؟ اوه شك معاه شنطة. يلا بروح افتح له بصراحة ما ادري ايش السالفة بس خليني نروح افتح له. بس باختصار السيد كارلسون راعي البيت هذا تلقى تهديدات بالموت يعني في ناس هددونه بيقتلونه عشان ايش؟ عشان طلق زوجته السابقة او شكله صار بينهم شي يعني. اوكي اوكي يلا بفتح. هاي اوه من هذا؟ اوه يقول طلبيتك لبيتزا. بقول له بقول شكلك في العنوان غلط. قال هذا 224 بوليفارد رايت صح يعني؟ قلت ياب صح. يقول اللي طلبها اسم ايش؟ اسم مين؟ روي كارسون. اوكي يلا خلاص تمام. اوكي خلينا نفتح له. او بسم الله توقعت انه بيقتلني. اوكي شكرا على البيتزا. يقول هذا الطلب غريب لكن يقول ما هل اقدر انتظر جوا حتى ما ينتهي المطر؟ قال في الغالب ما هو امان اني اكون هنا الحين ونسيت الكوت حقي حق المطر. اوكي بقول لا. انا فهمت. يلا احظى بيوم سعيد. يلا انقلع انقلع يا حبيبي. قال ايش؟ قال يبغى يدخل البيت عندي يتكي عشان المطر. افلح افلح حبيبي امشي ما بضرك قطرتين. يقلع ام الرعب تقعدني بيقتلني بخرج من الباب يقتلني كذا يعطيني جمب سكير. اخيرا بدات اللعبه بعد 50 دقيقة. لا اله الا الله. تمام خلينا نجلس ناكل بيتزا. يقول البيتزا كانت حاره وجميله مره بالرغم من المطر. في احد جالس يدق الجرس. يقول سمعت احد عند الباب مره ثانيه. اصبر دقيقه. يقول انا عارف اني سمعت دق عند الباب. اوكي بس خلينا نطلع نشوف من الكاميرا. واحد دق الباب. اوكي فين بيروح؟ اوكي وين راح؟ وين راح؟ قوم قوم اصبر اقول لك خلينا نحل الوجبات حقتنا يا رجال. اوكي يقول كان في شيء على الباب لازم اروح اتفحص وشو؟ لازم افتح الباب يعني. يا ذا الكري مع انه عمره 18 سنه يعني احس العاب الرعب ما تنفع انها تكون على ناس عمره 18 سنه. من هذا؟ ما حد جالس يرد. اوكي افتح الباب؟ من هذا؟ ما راح يسال مره ثانيه. هاي بسم الله. اوكي باقة ورد. يقول ما كنت قادر افهم ايش الموضوع ايش السالفة بس هي اللي حط الورود ما لاحظتم مشى من ورا البيت ما شفتم؟ خلينا نروح الغرفة نشوف. مرسل غريب. قال هي كيفك ايش تعشيت اليوم؟ من ذا؟ مرسل ما له اسم يعني انه قال توقعت انه غلط بالرقم. يقول ما توقعت انه مصادفة وسحبت على الموضوع. اوكي عندي كارف لازم نشتغل. اوكي جالس يحل واجبه. ليتس جو حل الواجب. تم حل الواجب بنجاح مش سكسسفل. الساعة 1:30 صوت الكلب ذا صوت زيك جيك. يقول بينما كنت في نص الليل الكهرباء طفت. لا بليز اصبر. اوكي في 5 رسائل مرسلة من مرسل غريب. اوكي قال انت لحالك ليش جالس تتجاهلني ليش انت دايم وسخ معاي تراك انت الحين جالس تتصرف بطفولية. يقول تمام اذا انت راح تتصرف زي كذا ما احتاجك في اي حالة. تود اجمل منك على اي حال. ممكن هذه حبيبته القديمة. من انت ارسلت من انت؟ يقول باختصار في هذاك الوقت توقعت انه مقلب ثاني من تيرنر اللي قابلناه في البقالة يعني. يقول انا كنت فاهم الناس زيه. يقول بينما ما في احد غيره هو اندي اللي يعرفوني انا في هذا البيت جالس لحالي. اوكي خلينا نشوف. الكلب ما هو موجود. وين راح؟ فاك في احد مشى شفتم؟ وين الكلب؟ طيب شو المفروض اسوي الحين؟ يقول الكهرباء ما يمدي قطعت ما يمديني اسوي شغلي بهذه الطريقه. طيب كيف الكهرباء انقطعت والكمبيوتر لسه شغال؟ شو المفروض اسوي انا الحين بالضبط؟ اطلع برا؟ ما ادري اخاف اطلع برا فجاه مت. بسم الله
يقول اوه فجأة الجو كان مرة بارد برا. اوه يلا حيا كيفك زيك؟ ها ها يقول زيك كان جالس يتصرف بطريقة غريبة مرة. ايش اقول في حطب في الكهرباء من العداد. يقول شغلت الكهرباء من جديد؟ طيب اسمع هي رجال لا تخلي برا. يقول كنت عارف انه في احد قطع الكهرباء وفصلها. شكله تيرنر بدأ يخليني اعصب. اوكي حبيبي تعال تعال معي خلينا نخش البيت سوا بليز. لا تجلس هنا لحالك برا. تعال ادخل 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 كف كف يلا حيا تعال تعال. هو خايف من البيت هو شكله. اوه المرسل الغريب جالس يقول يقول قلت انه راح نبقى اصحاب. قلت تيرنر الوضع ترى ما هو مضحك كذا. هذا انت من خرب الغرفة ذي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقول لنا بنعيد المرحلة من البداية لأنه لو أموت ما عيدها من البداية. باور باك أوكي. أوه أوكي في تشيك بوينت الحمد لله. يلعن أم الوضع. سبقت اليد وجعتني. شو المفروض أسوي أنا بالضبط؟ أوه جالس ينبح على أحد. جالس ينبح على مين؟ طيب ادخل معايا البيت طيب. احمني أقل شيء احمني. كلب ما منه أي فايدة. كلب حرفيا كلب. يمدي نطلع فوق؟ بدون ما شيء يهجم علي. افتح الكاميرات حقت المراقبة اشوف. يقول اضطريت اني ارجع واكمل شغلي اليوم الاثنين. اوه في احد يبغى يخرب الغرفة هنا. بس من هو ذا الشخص؟ قبل شوي قتلنا او كان بيقتلنا. من بيفوز؟ امرأة ولا رجل عمره 18 سنة؟ اوه ماي جاد. والله اقسم بالله يا اخي ضحك. يعني ما اقصد يعني اقل من النساء بس بشكل عام يعني في النهايه عمره 18 سنه يعني وعده بعد حبيبه وزي كذا يعني وين راحت الرجوله؟ وين راحت الفحوله؟ خلينا نكمل شغلنا. في باب مفتح وراي. ما علينا همشى الواجبات همشى الواجبات نخلص اليوم. يقول جاني شعور غريب جاه الوضع. اوكي خلينا نشوف. يقول كان صوت غبي بس الصراحه ما كنت ابغى اعقد الامور. او الباب هذا مفتوح تشوفونه؟ اوكي هذا الممر اللي انا فيه تشوفون. الغرفه هناك حقتي في اليمين. او في احد شكله وسخ المطبخ. خلينا نكمل واجباتنا. هو يقول ما يبغى يعقد الامور فكمل واجبك وانت ساكت الحين. هاي يقول سمعت شيء في الطابق السفلي. خلينا نتفقد الكاميرات. او تشوفونه فتح الباب خرج. يقول انا متاكد 100% اني ما ولعت هذاك الفرن. او تشوفونها ممكن هذه حبيبة كارسون او ممكن حبيبة ذا الشخص اللي جالسين نلعب فيه. حبيبته السابقة ممكن انها مريضة يعني او شيء زي كذا. يلا يلا خلينا ننزل الطابق السفلي. او شو يقول او شعور مرة معفن لما عرفت انها في البيت. قال كنت لازم اواجهه. يقول ما كنت اعرف ايش رقمه كان لازم اطلب اندي يعطيني الرقم حقه. اوكي خلينا نرسل لاندي. اوكي قال هاي مديك ترسل لي رقم تيرنر؟ اساله انه يوقف خلاص لا عاد يعبث معاي. قال جالس يعبث مع ايش؟ قلت جالس هو يقلب حول البيت ترى الوضع غريب وضع معفن يعني لا يقعد يحاول يمقلبني. وارسل علامة استفهام. قال يا رجال ترى في بيت الحين. او شت. يقول انا حطيت اللوم كله على اني ما نمت كويس. يقول انا اوقات يكون عندي نوبات هلوسة يعني نوبات كذا يعني كأنه باختصار. قال انا يجيني نوبات اوقات كذا من الوسواس صار وسوسة اوقات يعني يجيني. قال شو المنطق الحين اني اطلع عند الكاميرات وجلس اراقب البيت. يقول الحين ما اني استوعبت الموضوع شكلك المفروض اتصلت على الشرطة. لكن يقول فذاك الوقت كنت مرة حبيس في الافكاري. يقول حتى الفكرة ما دخلت راسي ابدا. الله لا 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 خطر. ما شرطة مين يا حبيبي؟ لا ما عندنا حاجة اسمها شرطة. يا اخ او ايش ذا؟ كان فيك دفتر قعدت على الدفتر القلح. اوكي خلينا نشوف. يقول في هذاك الوقت الشغل حق المدرسه صار اخر همومي. خلينا نتفقد الكاميرات. اوه هاي هاو ار يو. في احد فتح الباب بس ما حد لما الحين طلع من الدرج. لو اندي ارسل لي رساله. الباب هذا مفتوح اوكي بس لسه لما الحين ما حد طلع من الدرج. اوكي اندي ارسل لي رساله خلينا نقرا رسالته. اندي قال هي ترى في بيتي كنا راح نروح الافلام مع بريدي لكن بعدين بدات تمطر وقررنا بننام عندي في البيت. يقول هي ما تفقدت هذيك الصحيفه يعني الخبر عن روي كارسون باختصار عن طلاقه مع زوجته. قال ترى بريدي اللي علمني عنها. الوضع ترى مره غريب. شت خلينا نشوف. سمعنا انفاس امراه انحاها تشوفها. يقول حسيت بالنبض حقي كذا طاح لوهله. يقول تجمدت مكاني وجلست اطالع في الشاشه وانا مره مرتعب. اوه الحين ليش اخاف من هذه؟ او معاها سكين. اوكي فهمت تمام.
اوكي ممكن اوكي اوه فاك وين جاي ذي؟ وين رايحة ذي؟ I'm not afraid of you woman. جالسة تفقد البيت. Oh my god, hey. Hey, جالسة تفقد البيت. وين تخبى؟ وين تخبى؟ هي. او جالسة تقول نوا، جالسة تسأل عن اسمي انا. جالسة تدق الباب، اوكي. وين تخبى؟ تخبى هنا، اوكي. جالسة تنادي اسمي تقول نوا. أنا بتخبى هنا، أنا الحين بتخبى هنا. مع سكين! آه! أهرب! لديها سكين! والله الشاطر هذا الصراحة ما راح يكذب يضحك يعني شوية. شكرا هذه حبيبته السابقة. اوكي خلينا نتفقد الكاميرا، نرجع نتفقدها. في قاتل والله، بس أهم شيء نشوف الكاميرات ايش جالس تصير فيها. أي والله جالسة تدق، كانت برا باب الغرفة اللي أنا فيها. أوه. تقول هل أنت جوا؟ تقول أنا مرة افتقدتك. تقول مهما كان جالس يصير بيننا يمدينا نحله مع بعض. أقول لها وش تبغين؟ وش تبغين؟ قالت أنا دايم كنت كويسة لك، لكن أنت دايم عاملتني كأني زبالة. بقول تحتاجين مساعدة يا كارا، أنا عارف كل شيء، أنا عارفة أنك تركتني عشانها. بقول هذا هو السبب. تقول لكن أحبك. وش يعني؟ شش بسوي بحب أنا هذا يعني؟ تقول إحنا نحتاج فرصة ثانية. يقول تدرين ترى يمدينا أكلم الشرطة على هذا الموضوع. أوه سكتت. تقول سويها وراح اقتلكم الاثنين. هاك خلينا نشوف. شت 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 شت. باقي جالس تدق الباب. هي شكلها فاصله. ما تدري ان في باب ثاني للغرفه ذي. تقول اذا ما اقدر احصل عليك ما حد اخر راح يقدر يحصل عليك. الو شرطه، في واحده معها سكين برا غرفتي مجنونه. هاي تبغين؟ جريها يضحك. قلت شت يا شيخ. والله ما راح اكذب، الشابتر هذا يضحك الصراحة. الصراحة. طيب شو المفروض اسوي الحين؟ دقيقة خليني اشوف، افتح الجوال اشوف. خليني اقرا الرسائل. اوه هذه هي الرسائل اللي ارسلتها لي. هذا اندي. اوكي هذا روي. خليني دقيقة ابغى ارسل للسيد روي. هاي ذير از اي وومن تراينج تو كيل مي. ارسل هيا. في حرمة جالسة تحاول تقتلني. قلت ايش ما تقدر تخش عندي. اوكي اوكي طعنتني. اوه It hurts. It hurts. اوكي تمام يلا هاي. والله ما راح يكذب والله تضحك. اوكي يلا الحين كل مرة راح يرجعنا من يوم ما شغلنا الكهرباء. اصبر هي موجودة هنا صح؟ هاي كيفك الحلوة؟ الله يلعن امك انت ما ادري. ما راح اكذب. ما ادري من فين كانت تظهر ذي الكريهة. توقعت انا متخبي يعني في الجنب. يعني لازم تفقد الكاميرات عشان امنع موتي؟ استغفر الله. يلا قلت شباب نسترجع الكشاف. كان لازم افتح الكاميرات فاهمين؟ عشان اشوف انه اوه الفرن اشتغل، ما اروح احل بنفسي، اي شيء تسويه خارج النص يقتلك باختصار، عشان كذا انا الشابتر الثاني مره قهرني من كميه السيناريوهات اللي تصير يعني الغبيه. ايش تسوي؟ ايش تسوي تموت؟ ايش تسوي؟ لازم تسوي اللي تبغاه اللعبه منك بالضبط. شغلت الفرن، خلينا نشوف الكاميرا ونستوعب انه اوه الفرن اشتغل. اوه واو الفرن اشتغل. شو جالس تمشي؟ يلا الحين تنزل ما تموت الحين. بو او ماي جاد هي في البيت. هاو كود ذس بي امبوسيبل. تقول هلا جوا. تقول انا اشتقت لك. ببقى ساكت. تقول لا تعبث معاي نوا، انا اعرف انك جوا، افتح الباب احنا بس نبغى نسولف. بقول ما في شيء، ما في اي شيء نتكلم عنه. اوكي تقول ترى يمديني ابلغ عليك الشرطه ترى. تقول سويها وراح اقتلكم الاثنين. اتوقع يمديني اتخبى هنا.
احصل، تقول اذا ما اقدر احصل عليك ما في احد ثاني راح يقدر. توقعت انه تفتح الباب وتهرب، فاهمين يعني في النايم. انا غبي. انا مدة الحلقة ساعة، عاد الحين فيها ساعة ونص. بروح الحمام. لا تفتح الباب، لا تفتح الباب. يقول كانت مجا تطالع فيني في هذا الوقت. كنت جالس اتكلم معاكم والمايك لقط صوتي، ف المهم يقول ايش، يقول بعدت عني. فهذه اللحظة اضطريت اني كان لازم اهرب. هذا كنت ابغى اترجم لكم هذا الكلام. فالنهاية قد مت. تعرفوا ليش انا مكمل اللعبة؟ لانكم كلكم قلتموا لي، قلتم الشابتر الاول له نهايتين وانا جبت نهاية سيئة اتوقع ما انهيته صح. بعدين قلت لعبت الشابتر الثاني وما قدرت انهيه من كمية المرات اللي متها، اوكي؟ وقلتموا لي قلتم لا اكمله، اوكي؟ فهذا الشابتر انا ابغى انهيه اللي ما انهيت ولا شابتر سابق. اوكي تمام. يلا ليتس جو. الحين اتوقع بيضبط كل شيء، لكن هذه المره راح اسكت، ما راح اقدر اترجم اي شيء مهما يصير. الصراحه انا اسف، يعني ممكن اقدر اخلص اللعبه ذي اخيرا ميبي. تركت البيت وهربت برا للحي. أبوي كلم الشرطة بالرغم أنه ما لو وصلوا غادرت البيت، لكن أنا كنت عارف وين هي تعيش. كارا كانت واحدة بين أوائل الناس اللي قابلتها على موقع مواعدة. كان عمرها 3 سنوات أكبر مني، لكن لقيت أنها مزة وبدينا نواعد بعض. من بعد ما بدأت علاقتنا بشهرين بدأت تتعاطى مخدرات. حاولت أساعدها لكنها قلبت الموضوع علي وكأني جالس أحاول أغيرها. يوم من الأيام حسيت أنها ما اكتفيت وقررت أني بأتركها. قلت لها أنها تغادر ولا تكلمني مرة ثانية. كانت فاصلة. كانت تحاول تقنعني أن واحد من الشرطة أنها ما كانت على أساس تسوي شيء غلط هذاك اليوم، لكن بكل تأكيد الشرطي ما صدقها. راجعوا اللقطات حقت الكاميرا واتضح كل شيء. من اللحظة اللي دخلت فيها البيت مسكت سكين المطبخ، لكن أكثر شيء قمطني هي حقيقة أنه ما في ولا شيء انسرق من البيت. كان تحت تأثير المخدرات والكحول في ذاك الوقت. انقبض عليها وقرروا أنه بيسجنوها لفترة. واو، احتمال أن يكون هذا آخر شابتر صراحة لعبة من هذه اللعبة المزرية. أتمنى أنكم انبسطتم الصراحة، أتمنى أنكم انبسطتم بالرغم أني أنا أبدا ما انبسطت. مرة ما انبسط، أوكي انبسطت بأجزاء ما راح أكذب يعني، بس شوفكم على خير في المقطع الجاي. يلا سيونارا.